راح نطلع عليك يا زين. صاحب الوداع هذا وداعته. مشعل صار لنا عندك شهرين والله عيوني ما تذوق النوم ولا عرف الراحة قبل ما أخذ بثارك يا زيد. نفاق ضيف يا أبو غليس. يا هلا بالضيف. يا وجه الخير الله بوجهك. دخيل على الله ثم عليك. خلي عينك على البيت ودنا نعرف عددهم. يجوز يلزمنا عونه. خايف؟ ماني خايف، لكن إذا كان عددهم كبير وش نساوي حينا؟ لو كان عددهم 100 رجل مشعل الليلة هلزوم ينذبح. عرفنا البيت ونعرف وش بدنا نساوي. ندنا لبين ضوهم ينطفي ونباغتهم قبل ما حد يحس بينا. زين رايك زين. وهذه هي وجه الخير سالفتي أولها التالية. عوذ من كيد الحريم، ترى ما حد يقدر على كيده. لكن أريد أسألك، اللي لحقوك دلوا ضربك؟ لله شغلوا بخويهم لطخيته، وإن ما خاب ظني إنهم عادوا به لديرتهم. أنت ببيتك واللي يصيبك يصيبنا. كفو يا الشيخ، والله يقدرني على رد المعروف. وكل الله يا رجل، انت بين هلك. انا قلبي قايد نار على اختي، ما ادري وش يسوون بيها. ما يسوون بيها شيء، توكل بالله والنعم بالله. هي ما لها ذنب باللي حصل. هذه جزاتك يا البايك.